السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة وائل العبيدي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات الهجرة إلى كندا. قبل أن نغوص في الشرح، لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديد أخبار الهجرة، اللجوء والدراسة في كندا كل يوم سبت بإذن الله. في حلقة اليوم سوف نتحدث عن شروط الهجرة إلى كندا لسنة 2021 ضمن أهم طبعا الخطط المتاحة لجميع جنسيات العالم بدون استثناء. شروط الهجرة طبعا إلى كندا لا تختلف كثيرا عن الشروط المعروفة والتي تم التعامل بها منذ سنوات طويلة، وهناك عدد من الشروط التي قد تختلف من برنامج إلى آخر حسب طبعا المؤهلات وما إلى ذلك، ولا ترتبط طبعا الشروط بجنسية المتقدمين في أغلب طبعا البرامج، ولكنها ترتبط بالمؤهلات والمعايير الشخصية طبعا التي يتمتع بها كل متقدم. في هذا الفيديو سوف نتعرف على أهم وأبرز الشروط التي يجب تحقيقها وتوفيرها في أهم وأشهر برامج الهجرة إلى كندا طبعا لسنة 2021. شروط الهجرة إلى كندا طبعا لسنة 2021، هناك طبعا عدد من البرامج التي يمكن من خلالها الهجرة طبعا إلى كندا، وهناك طبعا شروط ومتطلبات مهمة يجب معرفتها من أجل سهولة التقدم لأحد هذه البرامج والنجاح في اجتياز مراحل التقدم. وإليكم طبعا الآن أهم هذه البرامج وشروطها. طبعا البرنامج الأول هو الهجرة السريعة إلى كندا أو ما يسمى بنظام الإكسبرس إنتري، هذا من أشهر وأهم البرامج التي يمكن الهجرة إلى كندا عن طريقها. طبعا برنامج الدخول السريع أو ما يسمى بالهجرة السريعة إلى كندا، وهذا البرنامج يسمح لأغلب المتقدمين طبعا بالحصول على فرصة الهجرة خلال بضعة أشهر، يعني لا تتجاوز المدة 6 أشهر على أقصى تقدير. ويعد برنامج إكسبرس إنتري هو البرنامج الأهم لهجرة العمالة الماهرة إلى كندا، وهو أشهر برامج الهجرة التي تقدمها كندا على الإطلاق. وعن طريق هذا البرنامج تستهدف الإدارة الكندية قبول أكبر عدد من المهاجرين خلال الأعوام القادمة. وبرنامج الدخول السريع هو من البرامج التنافسية التي تقوم على المقارنة بين المتقدمين باستخدام نقاط يتم طبعا منحها بناء على ما يمتلكه كل شخص من خبرات ومؤهلات. أما عن شروط طبعا الهجرة إلى كندا عن طريق هذا البرنامج فهي تشمل التالي: تقديم الطلب طبعا أولا وحصريا عبر الإنترنت، وتسجيل كافة المعلومات التي يتم طلبها طبعا عبر موقع وزارة الهجرة ودائرة الهجرة الكندية فقط لا غير. تقديم جميع المستندات الداعمة التي تساعدكم على الحصول على النظام على نقاط نظام التصنيف الشامل CRS. إذا تم طبعا تلقي الدعوة للتقدم للحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة فيجب إنهاء الإجراءات في مدة لا تتجاوز 60 يوما. طبعا وللمزيد من المعلومات حول هذا البرنامج المهم للهجرة إلى كندا طبعا يمكنكم زيارة حلقاتنا السابقة في هذا
الخصوص. طبعا في كل فيديو سابق ستجدون طبعا رابط وزارة الهجرة الكندية، وسأتركه لكم مرة أخرى في هذا الفيديو. البرنامج الثاني هو برامج الترشيح الإقليمية طبعا في المقاطعات الكندية، يعني برنامج كل مقاطعة. برامج الترشح الإقليمي التي تديرها المقاطعات الكندية المختلفة تعتبر من البرامج المهمة للهجرة إلى كندا لحاملي طبعا جميع الجنسيات دون استثناء، وهي من البرامج المهمة والسريعة لقبول المهاجرين، وهي تتميز بنسبة نمو كبيرة في الأعداد التي يتم قبولها عن طريقها بسبب رفع المخصصات السنوية لها باستمرار. وعن طريق هذه البرامج طبعا يسمح للمقاطعات أو الأقاليم الكندية بترشيح الأشخاص المؤهلين من أجل الهجرة إلى كندا حسب معايير وشروط تخص كل مقاطعة أو إقليم على حدة. ويكون طبعا الهدف الرئيسي من هذه البرامج منح الأولوية للأشخاص القادرين على سد احتياجات المقاطعة الاقتصادية وشغل الوظائف الأكثر احتياجا هناك. ومن أجل الحصول على فرصة عبر هذه البرامج يجب اجتياز طبعا شروط الهجرة إلى كندا حسب كل برنامج من هذه البرامج وامتلاك الخبرة والمؤهلات المطلوبة. أيضا يقوم الشخص المتقدم بالحصول أولا على موافقة أو ترشيح المقاطعة أو الإقليم، وإذا تمت الموافقة على منح هذا الترشيح فيجب بعد ذلك التقدم بطلب الهجرة إلى كندا والحصول على تصريح الإقامة الدائمة عبر الحكومة الفيدرالية. ومن أجل معرفة كافة المعلومات حول البرامج الترشح الإقليمي للهجرة إلى كندا سأضع لكم طبعا رابط في وصف الفيديو للمزيد من المعلومات. البرنامج الآخر هو فئة الخبرة الكندية CEC. هذا البرنامج المهم من برامج الهجرة إلى كندا هو الذي يسمح للأشخاص الذين عملوا في الدولة لأكثر من عام بالحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة في كندا. أما أهم شروط الهجرة إلى كندا عن طريق هذا البرنامج فهي كالتالي: امتلاك المتقدم لما لا يقل عن 12 شهرا من الخبرة العملية بالدوام كامل في وظيفة في كندا، أو ما يعادل هذه الخبرة بدوام جزئي خلال 3 سنوات قبل التقدم. يجب أن يتم الحصول على هذه الخبرة العملية بموجب تصريح عمل قانوني في كندا، ويجب أن تكون الوظيفة ضمن تصنيف المهارات 0 أو A أو B في التصنيف الوطني NOC. يمكن أيضا اكتساب الخبرة في وظائف ضمن تصنيفين مختلفين لوظائف النوك أو الـ NOC، وذلك بشرط أن يكونا ضمن مهن العمالة الماهرة والحصول على تصريح عمل قانوني للعمل فيهما. يشترط أن لا تكون الإقامة والعمل أثناء الحصول على الخبرة في مقاطعة كيبيك. طبعا يجب على المتقدم أن يلبي شروط الهجرة إلى كندا من حيث إتقان اللغة طبعا عبر مستوياتها الأربعة: التحدث والقراءة والاستماع والكتابة. طبعا وللمزيد من المعلومات عن خطة الهجرة إلى كندا ضمن فئة الخبرة الكندية CEC فأضع لكم طبعا الرابط في وصف هذا الفيديو. البرنامج الآخر هو رعاية الأسرة في كندا. من ضمن طبعا الطرق المهمة التي يمكن الهجرة إلى كندا من خلالها برامج رعاية الأسرة أو لم الشمل، التي تسمح بها الحكومة الكندية مراعاة للحالات الإنسانية، وتوضع بعض الشروط طبعا من أجل السماح للأقارب بالانضمام إلى ذويهم في كندا. وهذه الشروط تخص طبعا الشخص الراغب في الهجرة وكذلك المقيم في كندا. ومن أهم شروط طبعا الهجرة إلى كندا عبر برامج رعاية الأسرة أن يكون طبعا الشخص المقيم في كندا قادرا على إعالة نفسه وأفراد أسرته، استعداد المقيم في كندا لرعاية وكفالة القريب القادم إلى كندا حتى يستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقرار في كندا.
أن يكون المقيم الكندي مقيما بالفعل في كندا طوال مدة الرعاية القريبة، وأن يكون متمتعا بحسن السمعة والسيرة. طبعا سوف أضع لكم رابط طبعا للمزيد من المعلومات حول رعاية الأسرة في كندا. الآن مع برنامج الهجرة الأطلسية إلى كندا، بالبحث عن أهم شروط الهجرة إلى كندا سوف نجد هذا البرنامج المهم الذي يوفر طريقة سهلة للراغبين في الهجرة والعمل في كندا في مقاطعاتها المطلة على المحيط الأطلسي. وهذا البرنامج يتم اعتماده من قبل الحكومة الكندية للمساعدة على سد العجز في بعض الوظائف وقطاعات سوق العمل في هذه المقاطعات والأقاليم. ويسمح البرنامج لأصحاب العمل بتوظيف أصحاب المهارات المطلوبة بدون شرط الحصول على طبعا تقييم تأثير سوق العمل في كندا ليميا LMEIA. أيضا تتيح الحكومة العديد من برامج الدعم للأشخاص المقبولين ضمن هذا البرنامج من أجل مساعدتهم على الانتقال إلى كندا والحصول على سكن ملائم لهم ولأسرهم. وتدار هذه البرامج من أجل الأشخاص الراغبين في الهجرة إلى مقاطعات نيو براونزويك، نيو فاوندلاند، ولابرادور، نوفا سكوتشا، جزيرة الأمير إدوارد. وهناك بعض الشروط التي يجب توفرها في الشخص المتقدم، والتي من أهمها الحصول على عرض عمل رسمي من صاحب عمل كندي في مقاطعة من المقاطعات المذكورة أعلاه. طبعا وللمزيد من المعلومات عن برنامج الهجرة الأطلسية لكندا سوف أضع لكم رابط في وصف الفيديو، ويمكنكم طبعا مراجعة وشرح هذا البرنامج بطريقة بسيطة طبعا في حلقة سابقة من حلقات الهجرة إلى كندا على قناتنا في الإعلام قناتي. وبذلك نكون هنا قد تعرفنا على مجموعة من أهم البرامج التي يمكن من خلالها الهجرة إلى كندا والحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة لمختلف الجنسيات. طبعا ويمكنكم مشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو في قناتنا على اليوتيوب ومزيد من المقالات في موقعنا للحصول على أكثر معلومات عن شروط الهجرة بطريقة بسيطة. طبعا ورابط هذا المقال أيضا تجدونه في موقع الإلكتروني، وهناك نسخة للتحميل لمن أراد التحميل. طبعا نهاية وختام الفيديو، وصلنا لنهاية الحلقة. أتمنى أن تنال رضاكم وإعجابكم وأنكم استفدتم منها. لا تنسى لايك للفيديو ومشاركته مع أصدقائك. مرحبا بك بجميع تعليقاتكم وتساؤلاتكم واستفساراتكم في التعليق. للمزيد طبعا من المعلومات حول الهجرة أهلا وسهلا بكم في قناتي على اليوتيوب وموقعي الإلكتروني. دمتم في رعاية الله وحفظه. كان معكم وائل العبيدي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.